إذن مفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي. اليوم عندنا ضعم الدرسين 17 والدرس 18. الدرس 17 حول جمع الأعداد الكسرية، والدرس 18 حول المربع والمستطيل والمعين. إذن نبدأ هذا في الصفحة بطبيعة الحال 57. نبدأ بالتمرين الأول. قبل الإجابة على التمرين الأول نذكر حول الأعداد الكسرية. إذا كان البسط أكبر من المقام على هذه الحالة فالعدد أكبر من واحد، وإذا كان المقام أكبر من البسط أصغر من المقام أكبر من البسط، يعني البسط أصغر من المقام، فإن العدد الكسري أصغر من واحد، وإذا كان المقام يساوي البسط فإن العدد الكسري يساوي واحد. هذو ثلاثة الحالات اللي عندنا. صافي. إذن هنا السؤال: ضع علامة تحت الأعداد الكسرية الأكبر من الوحدة. إذن دابا هنا شنو نشوفو؟ البسط والمقام. ما دام المقام أكبر من البسط والبسط أصغر من المقام فهذا أصغر من الوحدة، إذن ما نختاروش. المقام أكبر من البسط، المقام أكبر من البسط، المقام يساوي البسط. هنا قالوا لنا احنا الاكبر من واحد، الاكبر من الوحده. اذا هنا هذه الحاله اللي اكبر من الوحده، لان البسط اكبر من المقام. الا قسمنا 7 على 6 تعطينا 1 فاصله، هذا هو المعنى. صافي. اذا احنا عندنا جوج اختيارات، اما غادي نفهموها بهذه الطريقه، غنقولوا الا قسمنا 7 على 6 كقسمه اقليديه تعطينا 1.6، اذا هذا اكبر من واحد. إلا قسمنا هذا على 5، 3 على 5 غتعطينا 0 كقسمة أقليدية. إذا دابا هكا غنميزو بين هادشي، إما غنقولو البسط أصغر من المقام، إذا العدد أصغر من واحد، أو إلا قسمنا البسط على المقام غادي تعطينا 0، إذا هذا أصغر من واحد. صافي. إذا الحالة الوحيدة اللي عندنا هنا أكبر من واحد هي 7 على 6، الآخرين كلهم نعم. عفوا حتى هذه الحاله نعم صحيح. اذا حتى هذه الحاله عندنا البسط اكبر من صحيح. اذا من البدايه ما انتبهتش. اذا هذا هو. اذا ننتقل الى التمرين الثاني. فكك الاعداد الكسريه التاليه الى مجموع عدد صحيح وعدد كسري اصغر من واحد. اذا من هنا غادي نمشيو لهذا النوع ديال التمارين. اذا لاحظ هنا، إذن دابا عندي هنا 35 على 4 تساوي، خصنا حنايا شنو غادي هاد العدد غادي نقسموه لجوج ديال عدد صحيح زائد عدد كسري شنو أصغر من واحد. فاش كنقولوا عدد كسري صغر من واحد عادي يلاه شفناها، شنو خصنا يكون؟ خصنا يكون البسط أصغر من المقام. إذن هذا هو هكا خصنا نخدمو. غادي نشوفو هاد الحالة هادي. إذن كيفاش غادي نديرو هنايا؟ غادي نشوفو عندنا 35 على 4. إذن كيفاش غادي نديرو حنايا باش غادي على 4؟ إذن خصنا واحد العدد غادي نزيدوه لواحد العدد، وفي الاخر هذا العدد يكون صغر من 4. صغر من 4. اذا شنو علاش نقلبوا؟ غنقلبوا على مضاعفات لا العدد 4. اذا دابا الا ضربنا 5 × 4 20. هذا الا قسمنا 20 زائد 15 ما تعطيناش داكشي اللي بغينا. نشوفوا مثلا 7 × 4 شحال دارت؟ 28 غتعطينا هنا 28 زائد 7. سبعة ماشي صغر من 4. إذا شنو غناخدو؟ نديرو 8 × 4. 8 × 4 تعطينا 32 زائد 3 × 4. إذا هذه هي الحالة اللي كنقلبو عليها. صافي. إذا مشينا إذا دابا يمكننا نخدمو هكا. دونك غادي نمشيو غادي نديرو هي 32 × 4 زائد 3 × 4. إلا رجعنا للوراء شنو؟ 32 زائد 3 35. إذن رحنا على صواب. إذن في النهاية شنو تعطينا؟ 32 × 4 تعطينا 8 عدد صحيح زائد 3 × 4. صافي.
وهذا العدد أصغر من وحدة لأن المقام أكبر من البسط. صافي واضحة؟ مشيو نطبقوها في الحالة الثانية. إذا شنو غادي نديرو هنايا؟ مضاعفات العدد 10. إذا عندي 23 على 10 شنو نقدر ندير؟ نقدر 10 زائد 13 ما خداماش، شنو ندير؟ 20 20 زائد 3 زائد 3 على 10 20 زائد 3 على 10 وبالتالي هذا غادي يكون أصغر من واحد. إذا غادي تكون هي 20 على 10 زائد 3 على 10 3 زائد 20 23 هي شحال تعطينا؟ 20 على 10 هي 2 زائد 3 على 10. نمشيو للحالة الثالثة. إذا مضاعفة 7 7 في 2 14 و 14 باش نوصلوا ل 20 6 و 6 أصغر من 7 إذا 14 خدام. إذا 14 على 7 زائد 6 على 7 هي 2 زائد 6 على 7 37. شنو العدد اللي نضرب في 5 يكون قريب ل 37 في 7 هي 35. إذا غادي تعطينا 35 على 5 شحال غتبقى ليا 37 2 على 5 صغر من 5. إذا شنو 35 غتعطينا عدد صحيح 7 زائد 2 على 5 هما بغاو نديرو هذه هنايا ولكن حنا بغينا نديرو المراحل باش تكون المعلومة واضحة. 13 شنو العدد اللي نضرب في 6 يكون قريب ل 13 أقرب واحد جوج إذا 12 إذا غتعطينا 12 على 6 زائد 1 على 6 لأن 1 زائد 12 13 صافي. إذا هي جوج عدد صحيح زائد عدد واحد أصغر من واحد من واحد. نشوفوا الحالة الثالثة تسعود في واحد ضربنا بجوج غتعطي 18 18 كبر تجاوزنا 15 أنت دابا عاد فهمتي مزيان. دونك 9 على 9 زائد 6 على 9 تساوي 1 لأن 1 زائد 6 على 9. إذا ننتقل إلى التمرين 3. ضع علامة تحت الأعداد الكسرية المحصورة بين 3 و 4. إذا دابا هنايا هذا التمرين اللي فات غادي يساعدنا هنا. إذا غادي نشوفو نبداو بهذا. هذا 3 زائد 7 على 10 هذا واش هادي 7 على 10 واش كبر من واحد ولا صغر من واحد؟ صغر من واحد. صغر من واحد. إذا مادام هادي صغر من واحد إذا هاد العدد شنو غادي يكون كيساوي 3 زائد 7 على 10؟ غادي يكون 3 فاصلة شي حاجة. إذا شنو غادي يكون؟ غادي يكون محصور بين 3 و 4. إذا صحيح. إذا هذا غنلونوه ولا نضعو علامة صافي؟ هنا نضعو علامة هذا 3 إذا 11 على 10 تعطينا 3 فاصلة كبر من واحد. كبر من واحد. إذا هنا تعطينا 4 فاصلة إذا هذه ما غاديش نديروها صافي. فهمتي دابا التمرين 41 على 10 هنا غادي نديرو لها بهذه الطريقة غادي نفككوها كما فككنا في التمرين السابق. اذا 41 على 10 كيفاش غادي نكتبوها؟ اذا هي 40 على 10 زائد 1 على 10 هي 4 زائد 1 على 10 اذا اكبر من 4 اذا اكبر من 4 اذا ما غاديش نلونو لانه خصنا حنا شي عدد اللي صغر من 4 هذا 4 زائد غادي يعطينا كبر من 4 اذا هذا ما غاديش نكوشيو 32 32 غادي نطبقوا لها الطريقه اللي شفنا دابا. دونك عندنا 38 38 على 10 على 10 اذا شنو غادي تكون اكبر عدد نضربو في 10 قريب ل 38 30 اذا 30 على 10 زائد 8 على 10 هي 3 زائد 8 على 10 اذا غادي تكون 3 فاصلة اذا هذا غادي نختار 29 نشوفوا التتمه. دونك عندنا
29 على 10 29 على 10 غادي تكون 29 على 10 هي 20 على 10 زائد 9 على 10 إذن غادي تكون 2 زائد 9 على 10 ولكن 9 هي غتكون 2.9 هبطنا على 3 إذن هبطنا على 3 غتكون كبر من 3 وصغر من 4 إذن هذا ما غاديش نقدروا صافي إذن ما نقدروش نختاروه لأنه صغر من 3 لأن حنا قالوا لنا المحصور بين 4 و 3 340 على 10 340 على 10 غادي يكون هو 34 حيت غادي نحذفوا صفر من 34 اذا هذا كبير هذا عدد بعيد بزاف ما غاديش نختاروه نمشيو للحاله الموليه 2 زائد 15 على 10 اكبر من 1 اذا خصنا نفككوه اذا شنو غادي تساوي هذه 2 زائد 10 على 10 زائد 5 على 10 اذا غادي تكون هي 2 زائد 1 هي 3 إذن 3 زائد 5 على 10 إذن 3 فاصلة إذن هذا غادي نلو هذا غنختار 3 فاصلة 4 ناقص 1 على 10 ناقص غنشوفوا هذه إذن 4 ناقص 1 على 10 إذن هاد 1 على 10 غتكون 0.1 عشر إذن إلا نقصناها من 4 غتطيح على 4 إذن غادي يكون محصور بين 3 و 4 إذن صحيح لاحظ الرسم ثم حدد مربعا ومستطيلا تحقق بواسطة أدواتك الهندسية إذن الأدوات الهندسية اللي غنستعملو بزاف هو الكوس أنا واحد مستطيل هو هذا إذن هذا مستطيل فعلا لأن الزوايا قائمة إذن سميه دونك كتبوه باين جي أش جي جي أش جي إي نعم جي أش جي إي مستطيل جي اش جي اي جي اش جي اش جي جي اي صافي مربع دونك نشوفو مثلا نشوفو هذا عندنا بزاف عندنا جوج المربعات تما دونك هذا مربع نشوفو الاضلاع دونك الى قسمنا الاضلاع غنلقاهم متقايسين دونك هنا دونك هنا تقريبا ما واحد فاصلة ثلاثة أو واحد فاصلة 1.5678 1.8 إذا 1.8 1.8 دونك هذا مستطيل بلا ما نكملو دونك أ بي سي أو عفوا مربع أ بي سي أو معليش معليش مربع أ بي سي أو أ بي سي أو إذن هناك أشكال أخرى هما طلبوا لنا مستطيل ومربع حنا عطيناهم داكشي اللي بغاو إذن ونكون قد انتهينا من هذه الحصة حول دام الدرسين 17 و 18